نروح لتصريحات تنهاج مدرب مانشستر يونايتد واللي رفع راية التحدي ضد بايرن ميونخ قبل المباراة المرتقبة بينهم في دوري الأبطال النهاردة طبعا، واللي بايرن فيها هيكون ضيف على ملعب اليونايتد بعد ما ضمن بايرن الصعود والتأهل للدور الـ16 في دوري الأبطال. يونايتد موقفه صعب الحقيقة، لأنه مش هيتأهل إلا بسيناريو واحد بس، وهو إن يفوز على بايرن وفي نفس الوقت كوبنهاجن وجلاتا سراي يتعادلوا. المهم ان تنهاج مدرب يونايتد اتكلم خلال المؤتمر وقال ان مانشستر يونايتد قادر على اسقاط اي منافس، وان هم اظهروا اداء جيد ومستويات عاليه قبل كده، وان هم كفريق مش بيفكروا ابدا في اي اشياء سلبيه، وان هم عارفين مطلوب منهم ايه علشان يفضلوا موجودين في دوري ابطال اوروبا. كمان مدرب مانشستر يونايتد قال ان ملعب اولد ترافورد لا يمكن ان هو يكون ملعب لطيف بالنسبه للمنافسين، وانه بيثق في فريقه وانه يقدر يلعب بافضل مستوياته لو امتلكوا الروح وتم توجيههم بشكل صحيح. طبعا يونايتد في المركز الاخير بمجموعته برصيد 4 نقاط وبيحتاج للفوز علشان يقدر ينافس حتى على المركز الثالث في المجموعه علشان يتاهل طبعا لدوري الاوروبي لو ما قدرش ان هو يتاهل لدوري الابطال.